واجتمعت إليه بنو أسد أباحهم الإمام أن يواروا كل تلك الجبال. قال لهم: واروا من شئتم لأجساد هذه القتلى، سواء من أهل البيت أو من الأنصار، إلا اثنتين، إلا جنازتين، فإنه لا يحق لكم أن تقربوهما، بل أنا الذي أتولى دفنهما. ما هذه الجنازتان؟ قال: هما أبي الحسين وعمي أبو الفضل العباس. هاي الجنازتين ليس رواها أذانا لأتولى مواراتهما. ولما شرع الأسديون في مواراة القتلى خط لهم الإمام خطا وأمرهم أن يحجروا خمس حجر. هذه الأولى، الحفرة الأولى، ضعوا فيها أولاد أمير المؤمنين عليه السلام، ما سوى الحسين والعباس، يعني هاي السبعة من أولاد أمير المؤمنين يكونون في هذه الحفرة. وحفرة ثانية أمرهم أن يدفنوا فيها أولاد عقيل بن أبي طالب، وهم ستة، سابعهم مسلم ذات الكوفة، والثالثة لأبناء الإمام الحسن، لأبناء جعفر وهم خمسة، والرابعة لأبناء الإمام الحسن وهم أربعة، والخامسة لأولاد الإمام الحسين وهم أيضا أربعة: علي الأكبر وعلي الأصغر والطفل الذي قتل يوم ميلاده ومحمد بن الحسين الذي أمه شهربانوين. هؤلاء كلهم مجيعون لعلي الأكبر وفي قبره الشريف، يعني علي الأكبر وأراه وأرته بنو أسد ومعه إخوته الأصحاب الثلاثة. فلما وارى الإمام زين العابدين أباه الحسين انطلق إلى نحو المسنى، تعلق به بنو أسد: أين تريد؟ قال: بقيت لنا جنازة على المسنى على نهر العلقم، هي جنازة عمي أبي الفضل العباس. وأتى بنو أسد لمشاركته وإعانته، قال: دعوني وحدي، إن معي من يعينني. فكما واريت أبي الحسين أواري عمي العباس، الله صبره، هكذا يمتحن الله أهل الإيمان والتقوى في المصائب والرزايا. مرة يسجن أباه، مرة يسجن عمه، ومرة يقف على إخوته وعلى أعمامه.
فمنعهم بني أسد من مواركة الفضل العباس وإلحاق العباس بالحسين مما يدل على أن العباس كان حائزا لرتبة العصبة، فلو لم يكن معصوما لسمح الإمام زين العابدين لبني أسد بمواركة، لأن المعصوم غالبا لا يغسله ولا يواريه في قبره إلا معصوم مثله، كما ظهر هذا من مسجد أمير المؤمنين عليه السلام من المدينة المنورة إلى المدائن في العراق تشييع سلمان المحمد، هناك آلاف من المدائن الذين اشتركوا في تشييع سلمان، آلاف لما لم يسمح لأحد منهم أن يغسل سلمان أو يواري لأنه معصوم ولا يتولى أمر المعصوم إلا معصوم. ومما يستدل به على عصمة أبي الفضل العباس ما جاء في لحظة الزيارة عندما تقف تترخص من الترخيصة إذا وصلت إلى باب بوابة إلى باب حضرة أبي الفضل العباس جاءت الثالث يقول التحيات التحيات الطيبات الزاكيات الناميات فيما ترغو وتروح عليك يا أبا الفضل العباس، هاي الترخيصة ما يختص بها أبو الفضل العباس كدلالة على حسن منزلته عند الله عز وجل، فلا يترخص بمثلها إلا عند المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ومنها من الأدلة على عصمة أبي الفضل العباس ما جاء في لفظ الزيارة صفوان الجمال يروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه وقف على قبره وقال السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، أشهد أنك اتبعت سنة المرسلين قضيت في طريق المؤمنين، لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة هدكت في قتلك انتهكت في قتلك حرمة الإسلام. آية البقرة الأخيرة ما تدل على عصمة أبي الفضل، إن تهجت في قتل حرمة الإسلام، حرمة الإسلام لا تنتهك في قتل أي مسلم، القتال يعني إذا قاتلك مسلم، أنت مسلم وقاتلك مسلم وقتلته لا يكون ذلك انتهاكا لحرمة الإسلام، لأنك لا ترفع عن نفسك إذا ما قتلته بقتلك. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نهض الرجلان للقتال فالقاتل والمقتول في النار،
إذا يا رسول الله قاتل عرفنا مقتول بعيش مصير في النار. هذا القاتل يستوجب في النار لأنه قتل واحد مسلم. لكن مقتول كيف يدخل النار؟ قال لعزمه على قتياته. لأن هذا المقتول لو ظفر في القاتل لقتله. فعزمه ونيته أن يقتل أخاه، بس هذا أكبر، هذا صار أقوى وغلبه. وإلا فلو غلبه المقتول لقتله. نفس الشيء، والنية تقوم مقام العمل، والأعمال بالنيات. فإذا تقاتل المسلمان وقتل أحدهم وتأخر لا يقول قد انتهت، بقتل حرمة الإسلام، حرمة الإسلام ما انتهت إلا بقتل النبي أو الإمام المعصوم. ليش؟ لأن النبي والإمام المعصوم يعتبر جذب. ألا وأنت يا علي أبوى هذه الأمة، والأب لا يحل لولده أن يقتله، ولو قتله قتل به. أما الأب فله أن يقتل ولده، ولو قتل ولده لم يقتل به. ليش؟ الولد لو قتل أباه يقتل، والوالد الأب لو قتل ولده لا يقتل. ليش لا يقتل؟ لأنه ما قتل ولده إلا بعد أن زاد وعيه ورشده. لو كان عنده وعي وعنده شعور ما تطلع على مهجة قلبه وثمرت قواله، لأن الولد يعتبر قطعة من الأب. فهذا الذي يطعن قلبه خنجر مثلا، هذا مثل انتحار. انتحار ما يصير إلا في حال عدم الوعي، عدم الشعور. ما يصير واحد عاقل يطعن قلبه خنجر إلا إذا غاب رشده. فهذا ما يصير قتل ولده إلا بعد أن غاب رشده. فالولد لو قاتل أباه لا يحل له أن يقتله ولا أن يصبو عليه، بل له أن يستسلم له. نعم، إلى أن يخرج يشرد يهرب ما يخالف. أما يمد إيده يصبو على أبيه هذا ليس له. ولو قتل أباه لانتهك حرمة الإسلام. شلون تعرف حرمة الإسلام؟ بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. فحرمة الإسلام لا تنتهك بقتل أي مسلم إلا أن يكون أبا أو نبيا أو وصيا نبيا. الإمام الصادق يشهد أن بني أمية تركوا في قتل العباس حرمة الإسلام. هذه من بعض الدلائل التي استدلوا بها على عصمة أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين، ومنها ومما يستدل به على عصمته على حيازته العصمة أن أبا الفضل العباس قبل يديه أربعة من المعصومين. الله أكبر، من فضائل يا أبو بكر. أربعة من المعصومين قبلوا يد أبي الفضل العباس. أولهم سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، قبل يديه عند ولادته. يقول الأصفر بن نباتة: لما بعثني أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن آتيهم من داره بالسقط الذي يحوي آيات الأنبياء للأحبار التي سألوا عنها، ما
العلماء بين أول الإسلام إلا أن توقفنا على تلك الآثار النبوية التي اجتمعت كلها عند رسول الله وبعد رسول الله عند في هذا الحد. فإحنا نعرف يعني نعرف قضاء موسى ونعرف مثلا ملة إبراهيم ونعرف قميص يوسف ونعرف خاتم سليم، هذه الأشياء ما تخفى علينا يعني نعرفها، فما بيننا وبين الإسلام إلا أن نقف عليها. فالتفت إلى الأصبغ قال له اذهب إلى داري وقل لهم أن يأتوا بالزبط الفلاني. إجا الأصبغ وإذا البيت مملوء بالنساء وهن في فرحة واستبشار، سألتهم يا نسوان قالوا في هذه الساعة وضعت أم البنين الكلابية أول مولود لسيدنا أمير المؤمنين. قلت يا فضة آتيني بالسفط الفلانيات بالسفط. وقالت إذا مضيت لأمير المؤمنين فاقراه السلام وبشره بولادة الغلام وقل له الذي يختاره باسمه وكنيته ولقبه، فما لنا رخصة أن نسميه أي اسم أو نجنيه إلا من قبل أمير المؤمنين عليه السلام. يقول الأصبغ فذهبت بالسفر إلى أمير المؤمنين فدعا أراهم الآيات أسلموا على يديه. قلت له يا أبا الحسن فرقت الأعين، لقد وضعت امرأته والبنين الكلابية لك غلاما مولودا مباركا. قال يا أصبغ بشرك الله بالجنة. قلت مولاي فإنهم يستأذنون باسمه وبنيته ولقبه، ما الذي تختارونه؟ قال يا أصبغ إن هذا الغلام يستحق أن أقوم له من مقام. الله أكبر، شوف عظمة بالفضل عباس، شوف مقامه الأعلى. يا أصبغ إن هذا الغلام يستحق أن أقوم له من مقام. قلت مولاي إذا شرفني برؤيته. قال لا عليك أنت صحبت ورحت ويا للدار وجلسنا ناحية. قال يا فضة آتيني بالمولود. وجاءت فضة بالمولود أبي الفضل العباس طفل مولود في حينه مقمر على وجهه غلالة. جابت فضة دام الإمام. الله أكبر، هذا أمير المؤمنين على قدميه يستقبل المولود الجديد أبا الفضل العباس. تناوله منها بيديه وضعه في حجره، أجرى له سنن الولادة وقال هنيئا لك يا أم البنين بهذا المولود الأمين. قالت يا ابا الحسن وماذا تختار باسمه وكنيته؟ الى الان ما سمينا باسم. قال ان اسمه العباس، اسم العباس. قالت وما كنيته؟ قال كنيته ابو فاضل. قالت وما لقبه؟ كان هو القاب ثلاث لقبه قمر العشيرة لما كان عليه من البسط والجبال، اسم قمر العشيرة قمر بني هاشم. والثاني اسمه حامي الضعينة يعني ضعينة الفاطمية يوم كربلاء. والثالث قال اسمه ساقي العطاشة. وهنا تسترت أم البنين
القبض على انه يكون زكاة حتي يعيش الله يمده بالحياة حتى لو صار زكاة المهنة يعني ما تضع من قدر صاحبها فهلا يا أم المدين مزكاة لكل الناس وإنما هو ساقي عطاشا ترملا وذاك الوقت بعد أم المدين ما تعرف عطاشا ترملا يقول الأصبغ وبين من ولا في حجر أبيه وإذا قد تحرك في قماطه وأخرج يديه من القماط صغيرتين كقصبتي فضة يلوح بهما في وجه أبي أمير المؤمنين فقبضهما الإمام بيده اسمع فضائل العباس قبضهما أمير المؤمنين بيده اليمنى وجعل يقبل تلك اليد الله أكبر انظر إلى عظمة أبي الفضل العباس الإمام أمير المؤمنين يقبل يده في يوم ولادته لكن شلون يقبله الواحد لو ما يقبل الشيء يفرح يعني هاي القبلة على الفرح لكن يقبلهما وعينا تهملان من دموع وشافت أم البنين الإسلام الحسن أراك تقلب كفي ولدي وتبكي يا أبو الحسن قل الشفت بابني من مصور قلب مفراح شفوفه مدمعك منزور هاي النساعة فرح من هيزيد نسرور ما هي ساعة حزن من هالقلب مبيور لعلك رأيت ولدي عيبا أم نقصا قال يا أم عباس ما بابنك قصيرة يقتلونه يقتل قبل ما يشرب ماي لان هذا ما
خليني اموت بهالمكان. ليش ابو فاطم؟ قال كيف ارجع الخيمه وما عاد سكنا همه. كيف ارجع الخيمه وتوقف زيد بحده؟ المؤسسين لهذا الاجتماع فضلهم بأنفسهم وأهليهم وما يتعلم بهم تقبل عملهم لكم لما تكفوهم. وإلى أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان إلى الجميع وهي الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد.